إشكالية الرعي يعني طالت في المغرب لأنه كانت موجودة يعني حين كان عندنا يعني الدولة تعتمد على النوع من الزبونية وتقسيم الثروات من أجل الخدمات يقدمها أشخاص معينون للدولة إلى غير ذلك. أنا أظن أننا تجاوزنا هذه المرحلة، تجاوزناها على المستوى السياسي وعلى المستوى يعني الفكري، ولكن على المستوى الاقتصادي لا زلنا نتجاوز لأن فيها مصالح كبيرة جدا. يجب أن نعرف من هم الذين يستفيدون من الرعي، لا نعرف هذه المسألة. إذا أولا خصنا نعرف هذه المسألة. المسألة الثانية يجب أن نعمل فحص و يعني وتحليل لنفهم ما مثلا ما هو القيمة التي يجنيها الكثير من هذا الريع، ولكن كذلك ما هي الخسارة التي يخسرها المغرب جراء إشكالية الريع. والمسألة الثالثة التي يجب العمل عليها وهو ما هي الطريقة التي تمكننا تدريجيا من المرور من اقتصاد للريع إلى اقتصاد يعني تنافسي. أنا أظن أنه مسألة المقالع ومسألة كثير من القطاعات التي هي يعني موجود فيها الريع يمكن أن تشغل الآلاف من المعطلين.